ما سبق لي وقلت اليوم الجمع العام سيد نفسه. اولا الجمع العام كان بطريقه ديمقراطيه، كان النصاب القانوني، حضر المكتب السابق اللي بعض الاعضاء ديالو اللي كانوا قدموا الاستقاله بقاو بعض الاخوان هما اللي كانوا في المنصه الفوق. انيس محفوظ والمكتب ديالو درج نقطه واحده الا وهي انتخاب رئيس. كان النصاب القانوني، تم انتخاب سي عزيز البدراوي بالاجماع، ما كاين حتى شي معارضه. والسيد راه كنتمناو له واحد اوفر وان شاء الله راه ما يكون غير الخير. السيد جاب واحد النيه صادقه، بغى يزيد بالراجل قدام، عنده واحد الحرقه كتحس به انه راجل معقول كما كنقولوا بالدارجه. كنتمناو له الخير، الرجاء كبيره وكتبغي مكتب كبير وكتبغي منخرطين كبار وعندنا جمهور كبير. واليوم راه حنا جينا نلبيو النداء ديال الجمهور، لان الا كان شي واحد اليوم تكلم على عزيز البدراوي راه ما تكلموش عليه المنخرطين. عزيز البدراوي خدا واحد السمعه طيبه مع الجمهور، والجمهور اللي طرح علينا الاسم ديال البدراوي، واليوم راه حنا كنزكيو الكلام ديال الجمهور بانتخاب السي عزيز البدراوي رئيس جديد لنادي الرجاء الرياضي، وكنتمناو له الخير. شوف اولا لا يختلف اثنان على انه السي عزيز البدراوي رجل اعمال ناجح على واحد المجموعه من المستويات، وعنده علاقات كبيره وعنده شركات ديالو. هذا موضوع. بالنسبه لرئاسه نادي الرجاء الرياضي، اليوم خصنا السيوله الماليه، اليوم غادي نرجعوا لذاك النظام ديال مول الشكاره، لانه يمكن هذا الموديل هذا خدم في واحد مع واحد الفريق اخر. اليوم حنا كنشوفوا هذا الموديل الجديد ديال موديل مول الشكاره، وزعما عزيز البدراوي تيبان لك راجل صادق من الكلام ديالو، واليوم هو التزم امامنا كمنخرطين كبرلمان النادي ومن خلاله الجماهير الرجاويه، ان السيد قال لك غادي تربطوني من لساني. انا قلت لكم شي حاجه راني غننفذها. الراجل اليوم عنده عجز مالي ديال 6 مليار ونص، السيد جاي عارف راسه علاش داخل. الارضيه اليوم راه موفره ليه، لانه تعطاته الصلاحيه انه يشكل المكتب المسير ديالو، وهذه سابقه في خلال هذه 15 سنه الاخيره، لانه كان نظام ديال الترشح باللائحه. كنتمناو له حد سعيد، وراه ان شاء الله كلشي غادي يتعاون معاه، لا الجمهور ولا المنخرطين ولا جميع الفعاليات. لا شوف انيس محفوظ كان مدعوم من الجماهير، ايضا لا مدعوم من الجماهير، واش مش لا لا باش لا 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 باش نصحح لك اخويا المعلومه. وتبارك الله انتم شوف السلطان الرابعه هذا الشيء ماشي غريب عليكم، راه حنا كنتنوروا منكم وبيكم انتم راه حنا كاينين، بلا بيكم حنا راه ما غنكونوش. هذه اولا. ثانيا ماشي الجمهور اولا الشارع اليوم اللي تيحكم. اليوم عندنا تراكمات ديال المكاتب سابقه. انيس مني جا باش يسير نادي الرجاء الرياضي جاب واحد الهدف انه يسير، وانه هو يكون بحاله بحال الرؤساء القدام او يكون احسن منهم او لا هذا. ولكن اليوم تبين على انه بالمحاسن وبالمساوئ الراجل قدم واحد العمل يشكر عليه خلال هاد 6 شهور ولا 7 شهور. حقيقه كان خصو يلزم واحد الوقت كبير، ولكن كانت بعض الاخطاء اللي عجلت بالرحيل ديال هذا المكتب. الجمهور تيقول الكلمه ديالو، لانه راس المال الاول للفريق. حنا كمنخرطين كناديو الواجب ديال الانخراط فواحد 3 ولا 4 مليون ديال الدرهم على ابعد التقدير، ولكن الجمهور اليوم راه تيعطيك 20 25 مليون ديال الدرهم، وغدا الى نزل عاوتاني السومه ديال الانخراط نقدروا نديروا 40 ولا 50 مليون ديال الدرهم. واللي غنختم به راه جمهوره راس مالها، وحنا راه حنا جمهور.